خلوني استقبل الصحفي التركي المعارض اسلام اوزغان معي عبر الهاتف من تركيا. اسلام اهلا بك. اهلا بكم. استاذ اسلام، بالامس اعلن السيد كليشتار اوغلو ان اردوغان لم يفز، ولكن في حقيقه الامر هو ايضا لم يفز، بينما فاز تحالف الشعب، فاز تحالف الجمهور الذي يمثله السيد أردوغان بأغلبية البرلمان. برأيك ماذا، ما هي المفاجأة التي حدثت بالأمس؟ بالنسبة للمفاجأة، نعم، بالنسبة للمعارضة هناك صدمة، لأن المعارضة حصلت على، لم يتمكن من الحصول على أغلبية في البرلمان التشريعي. هي صدمة كبرى بالنسبة للمعارضة في النقطة الأولى. والنقطة الثانية، الهدف الرئيسي كان حسم النتيجة هو في الجولة الثانية في السباق الرئاسي، ولم يتمكن ولم تتمكن المعارضة أيضا من حسمها في الجولة الأولى. ولكن على حسب رأيي يجب علينا أن نختزل الديمقراطية في تركيا وفي أي بلد آخر إلى صناديق الاقتراع، يعني احترام للحقوق والحريات، هذا غير موجود في تركيا. لذلك أستطيع أن أقول لا يوجد هناك فرق بين النظام التركي والنظام المصري، كلاهما. ولكن سيد إسلام، يعني سيد إسلام مستبد. سيد إسلام، خليني أكمل. سيد إسلام، أريد يعني أن أتدخل معك يا سيد إسلام. بين سيسي وأردوغان، سيد أوزغان، وبين النظام التركي، سيد أوزغان. ولكن هناك سيد أوزغان، يعني لا، يجب أن تسمعني بعد إذنك سيد أوزغان. سأضرب لك مثلا بي وبك. أنت صحفي تركي معارض لأردوغان تتكلم من تركيا وتقول أنه دكتاتور، الدكتاتور الذي لم يحسم موقفه الرئاسي بنصف المية. وأنا صحفي مصري، اسمعني بس، أنا صحفي مصري لا أستطيع أن أتكلم من مصر، اسمعني لو سمحت، أنا صحفي مصري لا أستطيع أن أتكلم من مصر، لأن هناك من لا يحترم الحرية ولا الصحافة. يعني لنضع الأمور في نصابها، أردوغان لم يأتي للحكم على ظهر دبابة، ولم يأتي بانقلاب عسكري. أردوغان حتى الآن ووفقا لكلام وزير الخارجية اليوناني هو الرقم الصعب، وهو إرادة الشعب التركي. هل تستطيع أن تلغي كل هذه الملايين التي أعطيت له وتصفها بالجهل؟ لا ابدا، يعني انا ممكن اقول ان النظام التركي افضل من النظام المصري، صحيح، ولكن هناك تشابهات بشكل كبير جدا، وهذه الادبيات موجوده في الاكاديميه وفي الجامعات تدرس، يعني التشابه بين الانظمه الاستبداديه. طيب يعني ابعد عن هذه المقارنه لانها تثير حفيظه جمهوري الذي يعرف، يعني يعرف معنى الحكم العسكري. يا سيد اسلام، وعدتم الشعب التركي بأنكم قادرون على الحسم من الجولة الأولى. بالأمس منصور يواش وأكرم إمام أغلو شككوا في الكل بما فيهم يعني مؤسسة الأناضول، وشككوا في اللجنة العليا للانتخابات. لماذا لم يحسم السيد كليشتار أغلو الجولة، جولة الرئاسة أو انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى كما وعدتم الشعب التركي؟ لأن وكالة أناضول ليست لها سجل جيد، يعني سجلها سيء جدا، لأن في الانتخابات عام 2019 كانت من المفروض أن تتدفق هذه المعلومات والمعطيات للانتخابات، ولكن توثقت فجأة. يعني ولكن الواقع يا أستاذ إسلام، سيد إسلام، الواقع يرد عليك. هل أنت محلل سياسي تناقشني أو لا؟ أنا أسألك، أنا أسألك ولا أسمح بتمرير معلومة خاطئة، لأن الواقع بيقول أن في انتخابات 2019 فاز السيد أكرم إمام أغلو في مرتين وأصبح هو رئيس البلدية، صحيح. لماذا تم تجديد الانتخابات يا أخي العزيز؟ يعني لم يتقدم، لم يستطع، لم يتمكن هيئة الانتخابات العليا بتقديم معذرة أو أسباب عدم تمرير الانتخابات العليا، الانتخابات الأولى، لماذا تم تجديدها رغم أن إكرام إمام الله حصل على أغلبية؟ طيب أرد عليك أن هذا كان حكما قضائيا، هذا كان حكما قضائيا، وأن السيد أكرم إمام أغلو كان يستطيع أن يرفض
ولكنه امتثل وفاز بالفعل في المرة الثانية. هل تشكك في اللجنة العليا يا سيد إسلام؟ هل تشكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات؟ لماذا وقفت وكالة أناضول 8 ساعات من أنا لست مسؤولا في وكالة الأناضول. أنا أسألك، هل تشكك في نزاهة اللجنة العليا للانتخابات التركية؟ لا، أنا لا أقول أن هذه الانتخابات غير نزيهة، ولكن أنا أقول أننا لا نستطيع أن نقول أن الديمقراطية عبارة عن صناديق الاقتراع. وسائل الإعلام التركية مصادرة من قبل المخابرات التركية، مثل ما يحدث في مصر. يعني مخابرات سيسي تصادر على 90% 100% من وسائل الإعلام المصرية. نفس الشيء صار المفعول بالنسبة لتركيا. لذلك لا يوجد هناك يا سيد أوزجان، القياس بين اسمح لي بين النظام المصري وبين اسمح لي سيد أوزجان، هناك تشابه كبير جدا. القياس خاطئ، القياس خاطئ، وأذكر لك بالأمثلة. أذكر لك بالأمثلة يا سيد أوزجان، أكاديمية حول هذا الموضوع. يا سيد أوزجان أنت صحفي، اسمح لي أن أذكر لك بالأمثلة. لا أنا زميلك صحفي، أنا أكاديمي. طيب أنت أكاديمي، أنا جامعي. الصحفي تمام. أنا دكتور. أنا الدكتور إسلام أوزجان الأكاديمي المعارض. سيد إسلام، الصحفي فاتح برتقال والصحفي إسماعيل سماز تكلموا مع رئيس الدولة بشكل فيه تطاول، واذهب إلى بيتك وأنت رجل مريض وأنت رجل تحتاج إلى علاج نفسي، وهم يمارسوا عملهم حتى الآن في مصر. لا أحد يستطيع أن يتكلم لا عن السيسي، عن أي أحد في السلطة. القياس ما بين ما يحدث في تركيا وما بين ما يحدث في 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 مصر خاطئ يا سيد أوزجان. لا تبني أقاولك على قياس خاطئ. لماذا تسيطر مخابرات سيسي على وسائل الإعلام المصرية 90 أو 99%، وبينما نفس الشيء سارية المفعول بتركيا؟ هناك قناتين أو ثلاثة، الباقي تابع للمخابرات التركية أو لعائلة أردوغان. هذا شيء واضح. يعني هالك تي في ولا سي ان ان ترك ولا سجون ترك. ترك هو موالي للنظام. انا اتكلم عن 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 هذه القنوات الكثيره بما فيها تي في بيش التابعه لحزب السعاده و حزب السعاده الاسلامي، صحيح. نعم، والقنوات التابعه لحزب الشعب الجمهوري ايضا، اليس له قنوات؟ نعم. وتعمل من الارض التركيه. أخي حبيب، أننا لم نختلف، ما اختلفنا. أنا أقول لك نعم صحيح، هناك مساحة متاحة للمعارضة بشكل يعني ضيق جدا، ولكن في تي آر تي أنا أدفع ضرائب لتي آر تي وللمؤسسات الحكومية، ولكن تي آر تي تخصص طيب 5 دقائق لكمال كليشتروغلو، ولكن 5 ساعات بأردوغان. طيب، هذا شيء يعني أختلف معك، لأن ما حدث وما رأاه الجميع على قنوات التي آر تي التركية كان توزيع للوقت بالتساوي بين الجميع، بما فيهم أردوغان وبما فيهم كليشتار أوغلو وسنان أوغان ومحرم إنجل. عن شيء آخر كلمني حبيب. لا يعني أنا يعني أنا الرسمية. مطلع إلى شكل الخطابات الرسمية، أنا مطلع بشكل ما تم توزيعه بشكل منصف جدا في الخطابات الرسمية الأخيرة قبل الانتخابات بيوم. طيب وقتنا بشكل عام يا سيد اسلام، عشان الوقت، يعني عشان الوقت، قل لي ماذا تعد المعارضه حتى تفوز بجوله الاعاده ويصبح السيد كمال كليشتار اوغلو الرئيس 13 للدوله التركيه بايجاز لو سمحت؟ على حسب رايي ان حظ اردوغان اكبر بكثير، صحيح، يعني ان حظه اكبر واكثر بكثير، ومع الأسف الشديد بسبب يعني يعني النظام الغير العادل وغير المنصف لهذه السبب، وأيضا بسبب استحواذ النظام التركي على وسائل الإعلام التركية، لم تتمكن المعارضة من تقديم أو من ترويج رؤيته عند شرائح المجتمع التركي. هذا شيء يعني واضح جدا، وهناك أيضا فيديوهات مزيفة موجهة ضد أو تهمة أو اتهامات موجهة ضد الأحزاب المعارضة، كأن يتظاهر من الذي عفوا سيد إسلام حتى لا أمرر المعلومة، بين الطرفين من الذي وجه يا سيد إسلام، من الذي فبرك مكالمات أو أشرطة ضد محرم إنجا؟ يعني هذه التسجيلات ما رأيناها بعد،
ولكن التسجيلات الفيديو لسيد أردوغان تم تقديمه أثناء خطابه وهو هذه مقاتل. أرد يعني عليك من كلام الرئيس أردوغان أن كليشتار أوغلو أتى إلى رئاسة الشعب الجمهوري الجهبي عبر شريط وأخرج محرم إنجا من السباق الرئاسي عبر شريط وقال له سيد كمال لن تحكم تركيا عبر الشريط. ما تعليقك؟ صحيح يعني إذا يكون هناك تسجيل الفيديو هذا شيء غير أخلاقي وغير مقبول أبدا. ولكن أيضا نفس الشيء سارية المفعول بالنسبة للسيد أردوغان أيضا هو فبرك فيديوهات اتهم فيها المعارضة بأن كأنها هناك تعاون والتنسيق بين حزب العمال الكردستاني وتنظيمات الإرهابية وبين المعارضة. سيد إسلام اسمح لي هذه لم تكن فيديوهات، هذه تصريحات لرؤساء الحزب المشاركون لرؤساء حزب الهدبي أعلنوا دعمهم لكليشتار أوغلو. كانت موجودة في تلك الفيديو كأنهم يغنون. أنا لا أتحدث عن الفيديو رسمي لحزب الشعب الجمهوري. سيد أوزجان سيد أوزجان أنا لا أتحدث عن الفيديو سيد أوزجان لا أتحدث عن الفيديو، أنا أتكلم عن صلاح الدين ديمرتاش الذي طلب من الأكراد وقال صوت واحد، صوت لكمال كليشتار في الرئاسيات وصوت لنا في البرلمانيات. هو زعيم سابق لحزب الشعب الديمقراطية حدث وهو معترف دوليا. حدث أم لم يحدث سيد الدولة التركية وتركيا الدولة التركية تخصص لحزب الشعب الديمقراطية. عظيم. هذا دليل على ديمقراطية النظام في تركيا، هذا دليل على ممارسة الديمقراطية في تركيا. لم يكن إرهابيا أخي العزيز، حتى المحكمة الدستورية قالت أن يجب عليه على الحكومة التركية وعلى أردوغان إطلاق سراحه، ولكن هو ما زال معتقل. وماذا عن 37 الذين قتلوا في جراء تصريحات صلاح الدين ديمرتاش؟ هل قتل صلاح الدين ديمرتاش؟ هل هو شجع قتلهم؟ لا أبدا. هذا يسأل فيه القضاء، هذا يسأل فيه القضاء التركي. سيد أوزجان أنا بشكرك سيد أوزجان، هذا أمر يسأل فيه القضاء التركي ولا أسأل فيه أنا، فلست قاضيا ولست من حكم على السيد صلاح الدين ديمرتاش بالسجن. أنا سعيد بمشاركتك معنا وأرجو أن يكون الخلاف أو اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. أنا هنا لست متحيزا ولكن لا أستطيع أن أمرر معلومة خاطئة لجمهوري، والقياس بين نظام عبد الفتاح السيسي القادم من الانقلاب العسكري وقياس ونظام رجب طيب أردوغان القادم باستحقاقات انتخابية عبر إرادة الشعب التركي قياس خاطئ ولا يبنى عليه. أعتذر لهذا وأشكر الأستاذ أو الدكتور إسلام أوزجان الأكاديمي التركي المعارض، هو كان ضيف عزيز علينا وشكرا لي على وجوده معنا.